صباح الخير مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا فيكم في هذه الحلقه من حوار اليوم مع المحترم الاب اغابيوس نعوس كاهن رعيه مارليس للروم الارثوذكس المطايلب الرابي. اهلا وسهلا فيك يا محترم. الله يبارك فيك اخ جورج، خلينا اياكم. انا وياك بنعيد كل من يحمل اسم يوسف اب العائله المقدسه. اليوم عيد مار يوسف يحمي عائلته الكبيره في لبنان وكل العالم باذن الله، وكمان من زمن الصوم، نحن بالتريودي زمن الصوم المبارك، كمان منكمل بصلواتنا ودعائنا وتضرعنا لرفع البلاء، ما هيك محترم؟ أنا أشاطرك الرأي وأطلب من الرب يسوع المسيح ومن جميع القديسين حقيقة أن يكونوا حاضرين في حياتنا اليوم أكثر من أي وقت مضى، لأنه يمكن الناس هلأ في عودة أكبر وفي صحوة أعظم. محترم، لفتني بمقالي لحضرتك، الكورونا نعمة. كيف تكون الكورونا نعمة؟ منظمة الصحة العالمية مبارح صنفتها، قالت هيدي كانت جرثومة صارت وباء عالمي، اليوم أصبحت عدوا للبشرية. منظمة الصحة العالمية صنفت كورونا عدو البشرية. حضرتك كتبت أنه هيدي نعمة، ممكن تشرح لي إذا بتسمع؟ تبارك الله لهنا كل حين الآن وكل آن ولدهر الداهرين، آمين. أخي جورج، أحبائي المشاهدين، كل أمر على الإطلاق، كل أمر على الإطلاق في دنيا الأرض، في دنيا السقوط، يمكن أن يقرأ بأوجه عدة. وأنا شخصيا أؤمن أن الكورونا هي عدوة للإنسان، ولكن أيضا أؤمن أن العدو الأكبر هو ما وراء هذه الكورونا، الذي يتربع على عرش أرضنا ويحاول أن يخضعنا. مين يا أبونا؟ أنا ما بحكي سياسة في حياتي، أقصد الشيطان، الشيطان الذي حذرنا منه الكتاب المقدس والذي حذرنا منه المسيح يسوع، بأن الشيطان يستطيع أن يظهر بأشكال عدة، وقد يظهر بأشكال مخيفة، ولكن قد يظهر بأشكال أخرى، وقد تكون هذه الأشكال منورة. أقول هذا لكي أنطلق إلى تعريفي بأن الكورونا نعمة، نعمة الكورونا سميتها. الإنسان في الاضطهادات وفي الاضطرابات لابد أن يعود إلى ذاته، والإنسان المسيحي تحديدا هو الذي يتعلم من الكتاب المقدس في أنك في وقت الضيق يجب أن تنحسر قليلا لكي ترى ذاتك أولا. فأول أمر بالنسبة لي من نعم الكورونا أن الناس جميعا اليوم دون استثناء إنما ينحسرون إلى ذواتهم، والانحسار إلى ذاتك أيها الإنسان يوقظ فيك حس آخر لكي تقرأ نفسك بطريقة أخرى. والإنسان المجاهد هو الذي يعرف كيف يحول ما يأتيه من اضطرابات وأعداء منظورين وغير منظورين إلى أن يكون هو قائما من الداخل مع إلهه، هذا الذي لم يعدنا يوما، هذا الإله تبعنا، بأن نكون نحن في مأمن من اضطراب قد يأتي، ولكن وعدنا حتما بكلمة قاسية وواضحة تماما: سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا، أنا في العالم قد غلبت العالم. سيكون لكم ضيق في العالم، ولكن ثقوا، أنا قد غلبت العالم. نحن نؤمن أنه الانتعاش الروحي لا يأتي من الرخاء، الانتعاش الروحي يأتي من حالات الضغط الذي يعيش فيه الإنسان. ويمكن أكبر كف ممكن أنه يأكله الإنسان في بشريتنا هذه الساقطة هو مثل هذا الكف الذي نراه اليوم، اللي هو كف الكورونا. فإذا أول أمر في النسبة لي كنعمة هو أن تعود إلى ذاتك أنت. الأمر الثاني، الكورونا شو بيعمل؟ الكورونا إنما يبعد الناس عن بعضها البعض، ويجعل من الناس في حالة خوف من بعضها البعض، بينما نحن في مسيحيتنا نؤمن أن الإنسان هو أخ للإنسان وهو مخلص لهذا الإنسان، ليس خائفا منه إنما مخلصا له. والبعد اللي عم تشوفه أنا بالنسبة لي قد يكون بعد جسدي، ولكن في هذه اللحظات المفعمة بألام من هنا ومن هناك قد نقرأ الموضوع بنعمة، ويكون هذا البعد إنما فقط محصور من الناحية الجسدية،
ولكن يمكن أنت أن تتحول فيه إلى أن يصبح فيك لقاء حميميا مع الآخر، واللقاء الحميمي مع الآخر أنا أؤمن به أنه قد يكون على الصعيد الداخلي. وراح أعطيكم مثل حتى تفهموني، مشان ما تفتكروا أنه أنا عم بحكي بالغيب. أنا أقرأ هكذا، وأتمنى أن تقرأوا معي بعض النعم التي نحن موجودون فيها بسبب هذا الضغط الشيطاني الذي يأتي علينا. أخ جورج، الواحد بيقدر يكون واحد وواحد تاني قاعدين مع بعضهم ملزقين ببعضهم، قاعدين بقول له بس حسك بعيد عني، حسك بعيد عني، بس هو ملزق فيك جسديا. إذا الموضوع لا ينحصر في الموضوع الجغرافي والجسدي، فأنت تستطيع أن تكون قريب من الآخر بطريقة أخرى. أنا اليوم أؤمن أن الناس يصلون لبعضهم البعض أكثر من أي وقت آخر. أنا اليوم أؤمن أن كل الناس، يعني كل الناس دون استثناء، إنما يعون بحاجات الآخر. أنا بعرف على صعيدي الشخصي، على صعيد كنيستي، إذا بتشوف اليوم قديش في ناس يصلون، إذا بتشوف اليوم قديش في ناس يتضرعون، إذا بتشوف اليوم في ناس قديش يحاولون أن يساعدوا الآخر، إن كان بإمكانيات أو إن كان مادية أو روحية، هذا نوع من النعمة أن تعود إليه. مثلا في نعمة ثالثة أنا أراها بشكل واضح، أنه اليوم ما بقى في حدا بيقدر يتعالى على حدا. أين الغني؟ أين الفقير؟ يقول الكتاب المقدس. أين الملك؟ أين الجندي؟ وين هيدا وين هيديك؟ الكل متساوين تماما اليوم، والكل دخيلك يا رب. الكل اليوم، يعني الكل، إذا في ناس بعد ما عندها عقول تقدر تميز بين طبقة وطبقة أخرى. اليوم كله بده السترة، اليوم كله بده دخيلك يا رب، اليوم كله بده خلصونا. والغير المؤمنين، حتى غير المؤمنين بالنسبة لألي، ولئن لم يعودوا إلى الإيمان هم بنعمتي على القليلة يلي بيسموه استسلام، يستسلمون لمشيئة الله شاء أم أبو. إذا ما استسلموا لمشيئة الله يستسلمون لشو؟ يستسلمون حقيقة إلى أن يأتيهم أحد بغيث ويقول لهم ها وجدنا لكم نحن يلي بيسموه الدواء لهذا الداء. يعني يستسلمون لذكى العلماء، يستسلمون اليوم للباحثين الكبار، يستسلمون حقيقة لهذه الطاقة التي ليست من إنسان إنما من الله. وأنا لا أؤمن أنه إنسان على وجه الأرض اليوم بيقدر يكون واصل إلى أن يعطي شفاء كاملا إلا إن أعطاه الله أن يكون هو هكذا. ونحن نؤمن أن الأطباء أو الباحثين هم يد الله على هذه الأرض. هذه رؤية أخرى، أرى أنا نعمة في هذا. راح أروح لمحل أبعد، تسمح لي؟ تفضل يا أبونا. الله يخلي ليك، ما بحب كون عم أطشك أرجوك. أعوذ بالله. تفضل. مثلا هناك نعمة أخرى غير أنه واحد ما بقى يشوف حاله أعظم من الآخر. في نعمة أخرى أراها حقيقة، هي بالتصرفات التي نحن نمارسها اليوم، والتي إنما تجعلنا بخوف. راح أعطيكم الحلول. أنتم ملاحظين مثلاً أنه اليوم الإعلام والتلفزيون ومنظمة الصحة وإلى آخره، شو الإرشادات اللي عم يعطونا إياها؟ إرشادات لكي تقينا فقط من موت جسدي. أنا أعطيك اليوم، أنا الخوري غابوس المعتر سنادا الكتاب المقدس، وأنا أعرف نفسي أنني لست بشيء، ولكن سأعطيك وصفة أخرى إنما تقودك إلى أن تكون بمأمن من موت أبدي. الناس يخافون من الموت الجسدي، ولكن هل صح الناس على خلاصهم؟ هل كان هناك من صحوة لكي تكون أنت أيها الإنسان حقيقة مخلص في اليوم الأخير؟ هل وعيت بأن لا تموت في دنياك الأخرى؟ إن كنت تؤمن بالدنيا أخرى، وأعتقد أن أغلبية الناس يؤمنون، فمشان هيك أنا بقول أنه هل الإرشادات اللي عم تعطينا هذه المنظمات اللي أنا بتمنى أنه تحترموها. أعطيكم مثال، شو عم بيعلمونا؟ أنه نغسل إيدينا كتير منيح، مش هيك؟ وأنا أقول لك غسل إيديك كتير منيح، ولكن لا تنحصر في غسيل يديك فقط الجسديتين. رح أقول لك أبعد من هيك، أنا أراك لكي تكون أنت في نعمة، أنا اغسل يديك من الدماء. تعرف اليوم قديش في ناس بيسفكوا دماء ناس؟ اغسل يديك منيح من الفضة. أنا أؤمن شخصيا أنه حتى الكورونا، أنا أؤمن شخصيا أنه حتى الكورونا إن كانت منشأة كما يقال هنا وهناك، وأنه كان في ناس هن باثين في هالكون إلى آخره، أنا أقول ببساطة أنه كل سببه هو حب الفضة. لأنه بيقول الكتاب المقدس بشكل واضح، حب المال
هو أصل كل الشرور. إن كانت هذه من الشرور المدفوعة إلينا هي بسبب حب المال وحب السيطرة، الناس يريدون أن يسيطروا على بعضهم البعض، الناس يريدون أن يتسلطوا. وهناك أفكار أنا بدي أحكي لكم إياها، عن جد بخاف أنه تفتكروني أني مهلوس، ولكن أنا متأكد أنه الشيطان قد يستعمل أيادي وقد يستعمل قلوب وقد يستعمل أيضا وأيضا كل الأساليب لكي يطيح بالإنسان وبسبب حب المال وبسبب حب المال فقط. أنتوا اليوم نحن مثلا كم واحد عم يموت بالبشرية بسبب الكورونا؟ يمكن شو بعرفني 2000 3 5 10 15 ألف، ولكن ألا تعلمون أن وراء هذا قد يكون إبادة كونية؟ هلا الأستاذ جورج كان عم يقول لي عن أرقام أنا ما بفهمها كتير، خسارة مثلا فقط قطاع واحد اللي هو بالطيران، طيران مقدرة خسائره 180 مليار دولار قطاع الطيران بكم يوم بالعالم، بالكم يوم بالعالم بهالكم يوم. يعني هذا ال 180 مليار من سيعوضها على الناس؟ بتعرف انه هذه ستكون سبب لموت ملايين الناس بعد انتهاء الكورونا. فهذا الشيطان اوهمك بانك انت تخاف من موضوع اللي هو الفيروس اللي انا كمان بدي اياكم تخافوا منه، ولكن بالوقت ذاته انما اطاح بك الى النهاية. فاغسل يديك من حب الفضة واغسل يديك أيضا من الدماء. شو عم يعلموك؟ عم يعلموك ما تعطس، ما هيك بوجه حدا؟ ما تعطس بوجه ناصحيك. إذا في حدا بده ينصحك بشغلة ما تميته. نحن اليوم لا نقبل النصيحة من أحد. رح روح أكثر من هيك، شو بيقولوا لكم؟ بيقولوا لكم كتير منيح، غير أنه تغسلوا، غير أنه ما تعطسوا، ما تسلموا، مش هيك؟ ما تسلموا. وأنا عم قلكم ما تسلموا، ما تسلموا مش معناتها ما تسلموا فقط في الجسد، ما تسلموا أنفسكم وأيديكم، أيديكم إلى من يستطيع أن يكون هو مصدر قتل لألكم. أنتم ما عم تسلموا على حدا أنه خايفين منه، ولكن أنا أقول لك حول الموضوع، عمد الموضوع. نحن في الكنيسة نستطيع أن نعمد الموضوع، نعمد الموضوع بالمعمودية ببساطة. كل عندنا في الكنيسة نؤمن المعمودية أنه هي موت للإنسان القديم الذي فينا وقيامة مع الرب يسوع المسيح. أنا أؤمن شخصيا أن أستطيع أن نعمد هذه الكورونا لكي تصبح هذه أيضا من وباء قتال، لكي نقلب السحر على السحر، مثل ما بيقول الكتاب المقدس في مزامير داود، أنه على الأكيد هذا الشرير إنما هو مفتكر حاله أنه سيكون هو مبيد، ولكن هناك قوة أقوى بكثير من هذا الشرير، فسينقلب هذا على الشرير ويصبح هو في محل الخطر الحقيقي. أنا ما عم بالضرورة أقول خطر مالي، ولكن أقول بمحل خطر آخر يلي هو الخطر الروحي أكثر بكثير. فإذا بدك تنحجر يا إنسان، رح أنهي بهالكلمة بهذا المكان لكي أقول انحجر. شو يعني انحجر؟ يعني ادخل إلى مخدعك، ولكن بدل ما تدخل إلى مخدعك بحالة اليأس، ادخل إلى مخدعك وصلي إلى أبيك الذي في السماء، وأبوك الذي يرى في الخفية يقول الكتاب المقدس يجازيك علانية. فهذا الحجر بصير لك طريق خلاص. أنا بقول أيضا وأيضا وشي مؤمن فيه، مؤمن فيه أن الإنسان الذي يدخل إلى مخدعه والذي يدخل إلى خلوته الداخلية، أنا مؤمن تماما بأن الإنسان البطل هو الذي إنما ينحجر لكي يفرغ ذاته من ذاته، لأن نحن حقيقة متشبثين بأنفسنا، ونحن ننسى أن نحن لسنا أسياد الكون. وكم وكم من الخطايا تقترف في الكون بسبب أن الإنسان يعتقد نفسه أنه هو سيد لهذا الكون، وبصير بده يحلل ويحرم ويفتي ويقطش ويشلح، وأكثر من هيك أن يتحكم في مصائر الناس. إن كنت أنت إنسانا مسيحيا، استغل هذه الفرصة وتواضع، وكن عالما أن هذا اللي سماه سيدنا، وجه له تحية سيدنا سلوان موسى راعي أبرشيتي، قال هذا صديق. قد يكون هذا الكورونا صديق صغير تتعلم منه الكثير. محترم اسمح لي أسأل السؤال. إله العهد القديم، إله آسي، كان يأمر بالقتل، ما كان يرحم الأعداء يلي بنظرة الكتاب المقدس. إله العهد الجديد إله رحوم، رؤوم، رؤوف. الآن الناس عم بيسألوا السؤال، لمين بدنا نصلي؟ لا إله العهد القديم ده يرفع غضبه عنا، أو إله العهد الجديد ده يترقى فينا؟
سؤال رائع وبتشكرك من كل قلبي من داخل صميم قلبي، لأنه هذا سيعلم الناس رأي قد يختلف عن آرائكم. أنا أؤمن بإلهي أنه هو لا يتغير لا في العهد القديم ولا في العهد الجديد، وهذا الإله الذي كان في العهد القديم هو نفسه في العهد الجديد، ولكن الناس بسبب قساوة قلوبهم كانوا يقرؤون الموضوع بطريقة مختلفة. وقلت لك أنه حتى الله أنت بتقدر تقرأ بعدة أوجه، مثل ما أنتم شايفين الكورونا مصيبة غيركم شايفة نعمة، مثل ما أنتم شايفين اللي شو عرفني اليوم التسكير مثلا ببيروت أنه خراب، بيقدر واحد يطلع ويشوف أنه نظف الشوارع على اللي عم تتنفس اليوم تنفس تستطيع أن تقرأ هذا. فإذا الموضوع الله هو هو لا يتغير ولا يتبدل، ولكن رؤيتك لله قد تتغير وقد تتبدل، ولكن نحن اليوم ليس عندنا من رؤية تتبدل بسبب تجسد الإله، ونحن نؤمن أن يسوع المسيح هذا إلهنا العظيم إنما تجسد إلى أرضنا وأتى لكي يطلق لنا الكلمة الحقة التي لا تخزل أبدا. فهذا الإله العظيم الذي تجسد وأعطانا الكلمة لأنه هو كلمة الله، إنما أعطانا أن نكون دائما في حالة فرح ودائما في حالة رؤية جيدة وتصويب إذا بدكم الموضوع إلى الهدف الأسمى الذي هو خلاص نفسك. فمشان هيك إله العهد الجديد هو تكلم وهم صاغوا، إنما إله العهد القديم هو كان يتكلم ولكن هم كانوا الذين يصيغون الكلمات. في اختلاف كتير كبير بين واحد أوحي ودخل بموضوع ذاتي، وفي أوقات قد تكون قد سمعت منه مباشرة. فأنا أقول لكم اليوم أوجه لكم رسالة، مشان هيك أنا الحقير في الكهنة ماشي، بس إذا بدكم اسمعوا ما بدكم تكبوها بالزبالة كمان، لأنه أنا نفسي بعتقد نفسي لست بشيء وزبالة، هيك بيقول بولس الرسول عن نفسه أنه نفاية فيها ولست أنا وحدي. ولكن أقول لكم وبكلمة الرب من السؤال الذي طرحه علي الأستاذ للتعريف جورج ياسمين. أخ جورج، اليوم أرى على التواصل الاجتماعي كتير كلمات من العهد القديم، وكأن حتى الآباء يعيدون إلى قصة العهد القديم، وكأن الله هو الذي يضرب، وكأن الله هو الذي يبيد، وكأن الله هو الذي يعطي الجراد، وكأن الله هو الذي يعطي الكورونا. والأكثر من هيك أنهم يعيدون إلى أفكار كيف نحتمي من الكورونا وكأننا نحن بعد في عهدنا القديم. إنما اليوم يجب أن نكون نحن صريحين وأن نقول كفوا عن هذه الكلمات التي فيها تأثير بشري واضح. حتى داود النبي حكي عن أنه الله بيضرب وأنه الله بيبعث الجراد وأنه الله بيضرب، يا رب نجيني من الأعداء المنظورين وغير المنظورين. نحن نطلب من الله أن ينجينا من الأعداء المنظورين وغير المنظورين، هذا حق، ولكن أن يكون هو القائد لحملة عنف شريرة على البشرية أنا لا أؤمن بها. والله بيقول الكتاب المقدس بوضوح بيعقوب أن الله لا يجرب بالشرور، الله لا يمكن أن يكون إله منقسم على ذاته، ما بيقدر يجرب بالشرور لأنه ما عنده إياها أصلا. يعني واحد بده يعطي شغلة بده تكون بحوزته، الله ليس عنده شرور لكي يعطي شرورا للناس ويضرب الناس بالشرور إطلاقا. الله هو إلهنا الرحيم، هو الأرحم من كل الراحمين على هذه الأرض. نحن نؤمن به أنه هو الحب للتعريف، والحب لا يمكن أن ينشئ موت، الحب دائما ينشئ إنما ولادة، والولادة هي ولادة للحياة. تشوفوا اثنين بيتجوزوا بخلفه يعطون حياة، كيف هذا الإله الذي هو مصدر الحب الذي ها هو الفيض العظيم من العظمة الروحية، هل يؤتي موتا إلى الناس إطلاقا؟ ولكن قد أنت تقرأ الموضوع كأنه هذا من يد الله، وأنا بقدر أفهمك وهوني بقدر بررك. إن كنت أنت تقرأ الموضوع وكأنه تأديب لك لكي يخلصك هذا، فتستطيع أنت حينها أن تكون بمنأى عن أن تكون أنت جاحدا لله. ولكن الله هو ليس المصدر للشرور، الله ليس عنده جرارد، الله ليس عنده كورونا. وإذا بدي روح شوي أكثر وسامحوني على هذا، إن كانت برجع بقول إن كانت هذه مفبركة، هل يكون الله هو الذي فبرك هذا؟ إطلاقا. إنما قد يكون هناك من قائد أعظم الذي نسميه الشيطان، ورح أولى بيقول الكتاب المقدس أنه في أيام سيكون فيها ضيق لدرجة أنه الذي يقتلكم بيكون مآمن أنه يقدم عبادة لله. فهولاك الذين يعبدون إلههم يلي هو المال، إنما يقدمون إلها، يقدمون عبادة لله، أن يخدعوا الناس إلى هذا المصير الحتمي أن يكونوا هم قابضين على زمام الأمور.
وبيقول الكتاب المقدس في الكتاب المقدس لحد يجيب بجرأة كبيرة أنه الشيطان في أيام كثيرة قد يكون عم يحصي أتباعه. وأنا بقول اليوم من عن هالمنبر وسجلوا ليها للتاريخ إذا ضليت طيب بعدين سجلوها، أعوذ بالله من كلمة أنا، ولكن حطوها بالأرشيف بعدين كبوها بالزبالة. خلينا نشوف اليوم الأعداد الرقمية لدى الشيطان الأعظم تتكاثر. اليوم بعتقد أن الكورونا، اسمعوني اسمعوني اسمعوني، تيست بسيط ليشوفوا قديش إمكانيتهم بالسيطرة على الناس وكم أولئك الذين سيسيطر عليهم. اليوم بسبب فيروس سيأتي له الحل من أيديهم هن ذاتهم إن كانوا مخترعين، لا لحتى يكونوا سجلوا أرقام مين وكيف بأي طريقة بيقدروا لكي يأتوك بفيروس آخر بالنسبة لألي فيروس روحي. وهذا اللي بسميه كتابنا المقدس أن الناس اليوم تختم على جباهها وعلى الأيدي، على إيدك اليمنى يختمك الشيطان. للأسف اليوم الناس بسبب خوف، بسبب هذا الخوف الهلع الموجود، إنما يوجهون يصوبون جباههم للشيطان لأنهم هني خايفين. من شو خايفين؟ نحن خايفين من الموت الجسدي، مش هيك؟ ما بيقول الكتاب المقدس أنت احذر ممن له السلطان بعد موتك أن يلقي في جهنم. هل من اليوم واحد يحذر الخطيئة بالطريقة الذي يحذر فيها الكورونا؟ هل في إنسان على وجه الأرض اليوم، أنا أتحدى، هل في إنسان على وجه الأرض اليوم أخذ بريكوشن روحية قد ما عم يأخذ بريكوشن جسدية؟ هل من أحد؟ ويقول في رسالة عبرانيين 2:16 بيقول أولئك أصبحوا عبيدا كل أيام حياتهم خوفا من الموت. يعني الناس عم يصيروا عبيد خوفا من الموت. يعني السراق بتعرفوا ليش بيسرق؟ لأنه بيخاف من الموت، بس بيكون صار عبد للسرقة، عبد للموت الأبدي. يعني أنت عم تصير عبد للموت الأبدي بسبب خوفك من الموت الجسدي. بتقولي أبونا أنت ما بتخاف من الموت؟ ما أنا حقير وأنا أخاف الموت. أنا لا أقول لكم ما أنا أفعل، أنا أقول لكم ما يجب أن يفعل. والله يقدرني أن أصل ألا أخاف من الموت. عندما لا تخاف من الموت شوف إشي بيهددك، شوف إشي بيهددك. ليش؟ العمر قديش؟ الزمن تبعك قديش؟ 70 سنة يقول الكتاب المقدس ومع القوة ف80. لك روح عيش 100 وكلها يقول تعب ووجع وعناء، فيا ليت لي جناحان كالحمام لأطير وأستريح. ما حدا سيطر على القوة الأخرى إلا أولئك القديسين، سيطروا لأنهم سيطروا على ضعفهم، لأنهم بطلوا يخافوا من الموت. والإنسان بيبطل خائف من الموت كل الأمور تتساقط تحت أقدامه، لأنه يرى سماء جديدة لا بل أرضا جديدة تنتظره. لا ينتظرون سماء مخلوقة وأرضا مخلوقة، إنما ينتظرون سماء جديدة وأرضا جديدة. محترم، طب ما شو رأيك بهذا الهلع؟ وهل هناك أسباب لاهوتية لإله؟ أنا قرأت الموضوع أنه هذا الهلع هو لأنه حقيقة قرأنا موضوع الموت بطريقة هشة. الناس الذين يقرؤون الموت بطريقة هشة كما أنا هلأ إلى آخره، إنما يخافون، يضطربون، يرتعدون. والإنسان الذي يقرأها كما يقرأ القديس حالة الموت إنما بتصير تعزية له. والقديسون القدماء بتعرف شو كانوا يتمنوا؟ كانوا يموتوا أسرع، كانوا يتمنون أن ينتقلون من هذه الحياة بطريقة أسرع. لدرجة إنه في شغلة دائما هيك بقولها وما بعرف إذا قايلها على الهواء قبل، بس بحبها كثير. قال بالماضي إذا كان في راهب من دير مثلا مات، كان يوقف رئيس الدير ليتقبل التعازى من الإخوة الآخرين، يجوا يقولوا له هني الله يرحمه، يقول له عبالك العقبة لك، إن شاء الله بتكون أنت أول واحد بعد منه. كانت هذه منهضة للهمم أول شيء، قلت له أنت عقبالك، يعني أولا أنت تتمنى له أن يرتحل أسرع، ثانيا هذا الذي تتمنى له أن يرتحل أسرع أنا بآمن أنه بده يوعى على حقيقة ذاته أكثر. ورح أقول من نعم الكورونا أنها تفضحنا، تفضحنا، تجعلنا حقيقة بتماس مع قضية الموت. والإنسان البطل هو
هو الإنسان الذي يقرأ هذا الموضوع بشكل جيد، لأنه حتى الآباء القديسين بتعرف شو كانوا ينصحونا؟ نصيحة اللي هي ما بتسقط إطلاقا، كانوا يقولون لنا أعظم طريق وأقصر طريق إلى ملكوت السماوات هي الهذيز بالموت، أن تهز بالموت، أن تفتكر بالموت في كل لحظة، لأنه وقت أنت بتهز بالموت أنت مش ممكن أنك تخطئ. شوف اليوم قديش في ناس بيقولك اقلع الورق اللي معي والمصريات اللي معي، شو بدي بكل هذا إذا أنا بكرة رايح وإذا صارت فعلا إبادة جماعية والآخر. يتغير الإنسان، يتغير. لا يمكن للإنسان أن يتقدم روحيا على الإطلاق إلا إذا خاف من الموت. هذا الهلع من الموت، أنا بعتقد أنه بتقرأ نعمة يا أغابيوس، هذا الهلع من الموت يمكن أن يكون هلع يؤدي بك إلى ديبريسيون ما بتخلص، وإلى موت آخر قبل الموت، فتكون قد مت قبل الموت. ولكن أنا أؤمن تماما ببركة الرب يسوع المسيح أن الإنسان الذي يستطيع أن يقرأ الموت بطريقة إيجابية، هذا الهلع من الموت قد يغير حياتك، وبتكون أنت طلعت من الكورونا منتصر على ذاتك أكثر بكثير من أن تكون أنت مهزوم. فكل أزمة على وجه الأرض تستطيع أن تقيمك أيها الإنسان، وأن تكون حاضرا منذ الآن في حاضنة الملكوت. بتعرف هذا الهلع اللي عم يصير اليوم بالناس، أنه تصور يعني أنا ما عم بقدر أقبلها بيني وبين نفسي، مع أنه أنا سكرت كنيستي تماشيا مع قرارات الدولة وأنا أحترم كل الدول، ولا يمكن تقولوا هذا الخوري عم يهلويس استفلو، ولكن أنا أقول لكم سكرتها. أنت تصور أنه الخوري داعية للناس أن لا يأتوا إلى الكنيسة، ليك وين وصلنا؟ أنه أنت تدعو الناس بترجيكم ما تجوا. أترى بأي منطق نحن نحاول؟ اليوم أكبر رئاسات كهنوتية وإلى آخره إنما بفهم حبا بالناس، وبفهم أنه طبعا تعرض للناس، بس أن نصبح نحن داعين للناس أنه ما يجوا، ما عم بقدر أفهم الحقيقة. أكثر من هيك يلي إذا بدي روح لمحل تاني أصعب، هو يا أخي ما بيقول كتاب المقدس إن سقطت قم. أنت وقت تعزي حدا شو بتقول؟ بتقول المسيح قام، مش هيك؟ لأنك إن كنت تؤمن أنت أن القيامة أيضا حتمية في وجودك، فيجب أن تؤمن بها أنها حتمية في وجودك هون قبل أن تأتي في اليوم الأخير. إن سقطت أنت أيها الإنسان فقم. أنا ما عم إلكن عرضوا حالكم مش ما تفهموني غلط، لأنه قد أخرج من هون والأول عالم تقوص علي، شو بدك إينا نموت؟ أنت بدك إينا ننتحر انتحار جماعي؟ أنا كتبت أيضا مقالة أخرى وقت كنت بتحت الضغط النفسي أنه كيف لازم نكون، ولكن بدك تقوم بطريقة. ما قدرت تقوم إلى الكنيسة، يمكن في عندك هذا التواصل الاجتماعي اللي هلأ عم تستعمله، استعمله بطريقة جيدة لكي تكون أنت حاضا للناس على الصلاة. استعمل هذا التواصل الاجتماعي مش لطق الحنك ولا حتى تكون أنت تحت ضغطة أفكار قد تكون مسممة. وأنا أقول بكلمة الرب بإيماني الشخصي أنه حتى الوسائل الإعلامية الموجودة اليوم في العالم أجمع، أنا أقول أنه قد تكون بلا وعي، مش عن سوء نية، مسيرة من فكرة واحدة ضاغطة. يعني اليوم أنت عم تسوق شغلي، ما بعرف إذا هالشغلة هل أدي خطرة ولا مش هل أدي خطرة، الأرقام عم تتزيد، بس حتى الأرقام قد يكون متلاعب فيها، حتى الآراء التي تخرج قد يكون متلاعب فيها. ولكن بدي أقول لك أي كذبة اليوم قولها ثلاث مرات لنفسك بتصير هي الحقيقة، وإذا أنت رجعت قلت الحقيقة بتصير أنت تكذب نفسك لأنك أنت آمنت بالكذبة أنها هي حقيقة. فأقول لك أنه بيقدر يكون، وأنا اللي شايفه بتواضع كبير، أي موضوع على وجه الأرض بيكون فيه هالقد ضخ علامة ضخ علامة ضخ علامة ضخ علامة، حط علامة استفهام وعد إلى ذاتك وصلي إلى أبيك الذي في الخفية، وأبوك الذي في الخفية يكشف لك علانية ما هو الموضوع. لأنه بتصور أنت هلأ ورح ناخدها مجازيا، وبرجع بقول أنه أنا أتواضع أمام المشاهدين وحقيقة عم أتواضع قدام شيء. تعال يا أخ جورج أنا وياك هلأ نعطي أمر لكل العالم ألا يطلع ما ألا يخرج ولا خبر عن الكورونا ثلاثة أيام، ما عاد حدا بيحكي فيها، بتموت هذه الكورونا من أذهان الناس. بتقلي بس بتضل عايشة بيموت ناس، أتعتقدون أنه الناس ما رح يموتوا؟ أتعتقدون أنه في حدا اليوم رح يخلد؟ ما ميت بالكورونا، بده يموت بغير الكورونا. أوكي أنت عم تعجل أجله لهذا الإنسان، أنا عم أقول لك احتاط مشان ما تقول أني أنا عم أدفعك إلى الموت، ولكن احتاط بالأحرى أيضا من كل ما يرمى إليك، لأنه كل ما يرمى إليك ليس الحقيقة.
وشفته كتير منيح بمحلات هنا وهناك وقت الإعلام ببلش يضخ نقطة محددة كيف العالم بتتهيج وكيف العالم بتصير وكيف العالم بتتحول إراءة وكيف العالم بتتغير إلى آخره. بعد جمعة بيغيروا لك الهدف فبتصير أنت مقصوف بهدف آخر وبنسوك الهدف الأول اللي أنت من أجله كنت عم تناضل. فأقول لك هذا الذي بين أيدينا الإعلام، وأنا بنظري الشخصي هذه الشاشة الصغيرة والكمبيوتر الأكبر والشاشة الكبيرة اللي هي التلفزيون، أنا بنظري أنتو لا، بس أنا بنظري أنه قد تكون مسمومة وقد تكون فيها ما أسميه، قد يكون فيها وجه الشيطان. وهذا اللي هو كتاب مقدس اللي هو شاشة صغيرة، أنا بتحديكم إذا تكونوا قاريينه. ما بدي أحكي على غير المسيحية، أنا أتحدى المسيحية اللي عم يسمعني إذا كان فاتح كتاب المقدس. أنا بدي لكم يوم عملوا الإحصاءات كم واحد منا اليوم بالحجر تبعنا إنما يستعمل الكتاب المقدس. أنا أدعوكم من هذه الشاشة أن تقرأوا كلمة الله في هذه الظروف فتتحول هذه الظروف خلوة روحية مباركة. لأنك إذا بدك تضل أنت ناطر كل ما بيجيك واتساب طق 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 وكل ما بيجيك علينا وأنت مغصوف فيه، شو بتكون استفدت من هذه الخلوة؟ ما بتكون استفدت شيء. هل وقفت أنت وعائلتك شي مرة صليتوا بهذا الوقت؟ هل تعاضدت مع مرتك وولادك أنت في هذا الوقت؟ أنا بشكر مرتي وبشكر أولادي يلي بيتجاوبوا معي أنه نوقف وقفة صلاة، ووقفة صلاة عظيمة وحميمية، وقد نتخاطب مع ناس اللي هن برات البلد وبنفتح نحن وياهم هذا هذه الوسيلة اللي بسموها فيديو كول لكي نتعاطى مع بعضنا بصلاة حميمية بين اللي برا وبين اللي جوا. هذه قد تنفعك في هذه الأيام وتحولك من قصف مباشر عليك إلى تفكير آخر قد يدخل فيك تفاؤل وقد يدخل فيك حب. بعد عن شاشة التلفزيون، أنت عم تحضرني ما هيك، بعد عن شاشة التلفزيون، خد بريك يا أخي، ما تضل قدام شاشة التلفزيون قدام الكمبيوتر وقدام هذا. أنا شخصيا ما بقبل أنه يبعثوا لي الناس أي تروهات على السلولاري وبيعرفوني صاروا الناس. مش عم يهدى، لكن مش عم يهدى، ليه بيعتبروها انه هذه مش 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 سخافات، هيدا قال هيك وهيديك قال هيك وهذا مرض وهذا العدد وهذا تا 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 تا. بتوصل اخر النهار انت بتكدش الفرش كدش مطوش راسك تعبان، بتقول لي انت شو بدك تعلمنا يا ابو نغم؟ بدي اعلمك انه هذا طوشه الراس انما هي، خلينا نقول قول اخ جورج بيقول القديس اسحاق السرياني، هذا بحبه كثير انا، بموت فيه، هذا من بلادنا إسحاق السرياني عظيم جدا، بيقول إن صادقت الذئاب تتعلم كيف بتعوي، وإن صادقت النسور فتتعلم كيف تحلق. وأنا عم قلكن إن صادقتم الشاشة تتعلمون كيف تتشتتوا. وأكبر حرب يا خوطة الشيطان اليوم، لكن انت بتحكي شيطان شيطان، أقول لك شو مفتكرين الشيطان انه هذا عنده قرون؟ هذا الشرير اللي موجود في الكون. أكبر حرب يخوضها الشر اليوم هو في تشتيت ذهنك عن الحقيقة. بطلت انت عندك صداقة مع الحقيقة، فمشان هيك أدعوك دخيل إجريك، عد وصادق كتابك المقدس وأبائك القديسين الذين شرحوا لك هذا الكلمة، عد إلى الأباء القديسين وكن صديقا لهم، لأنك إن صادقت أبا روحيا فكن واثقا أنك أنت ستتعلم كيف تتألى. هل هي صدفة أم مفصل متعمد أنه يكون تجي الكورونا بزمن الصوم؟ أنا لا أؤمن بالصدفة. أنت جاوبت سألتني وأنا عم جاوب بكل أمانة، أنا لا أؤمن بالصدفة. أنا لا أؤمن إنه في شيء على وجه الأرض هو صدفة. بتقلي أبونا بس إنه شو يعني مسيرين نحن إنه هيدا، بقول لك أنا ما قلت هيك، أنا ما قلت إنه مسير، أنا قلت وأقولها مرتين، للمؤمن ليس من شيء صدفة، لغير المؤمن يصطفل يعتبرها صدفة، للمؤمن يقرأها بشكل إيجابي ويعلم أن هذه ليست صدفة، صدفة إنما خلاصية.
الصوم الكبير، الصوم الكبير الذي نحن فيه اليوم، الصوم الكبير اصلا شو علاماته؟ شو اسسه؟ لشو انت بتصوم؟ انت تصوم لعده اشياء وراح اقولها مثل ما هي. انت بتصوم اول شيء عن الطعام لكي تسيطر على ارادتك، لانه ما بيعرف يطوع بطنه ما بيعرف يطوع ذهنه اطلاقا. تطويع البطن اهين بكثير من تطويع الذهن. اذا انت عم تفشل في موضوع الصوم الجسدي ثق انك انت فاشل بموضوع الذهني، لانه الموضوع الذهني تطويع الذهن اصعب وبكثير. اذا هذه الكورونا اللي اجت بهالزمن اللي هو زمن الصوم، اول شيء هذا تطويع للجسد، اي طوعه، طوعه بكل الاشياء بكل الاساليب، اي نظف ايديك ونظف حواسك، طوعه لهذا الجسد اولا، كن سيدا عليه، لا تجعله هو من يترأس عليك. الامر الثاني انت تصوم لكي تضبط شهواتك، لكي تكون انت مسيطرا على اهوائك، لكي فرصتك ايها الانسان لكي تسيطر على اهوائك. اليوم انت على القليله اعدائك بعاد عنك جسديا، ليش عم تدخلهم انت الى بيتك بذهنك؟ فكن انت ايضا مطوعا لذهنك. الصلوات التي نحن نقيمها اليوم وفي كل ايامنا الصيامية انما تكون صلوات مكثفة، ليه؟ لتعلمك ان تكون انت حاضر قدام الله بوقت اكثر من ايامك العادية، لانه ايامك العادية منشغل انت. طيب اليوم انت ما عندك شغل، ليه عم تنشغل باشياء تافهة؟ لماذا لا تطوع نفسك لصلاة اعظم؟ ابونا انت بتصلي اكثر، صدقوني عم صلي اكثر، مش لحتى اقول اني انا عم صلي اكثر، بس لاقول انه عم لاقي حالي بنشوة كنت قد فقدتها لسنين، لكل سنين. انت ما عندك وقت يا ابونا ماخوذ بعملك الرعائي، هذا ميت هذا عايش هذا طاوط هذا خصام الاخر، اليوم كله ما بيجي لعندك الا اذا واحد مات. اوكي طيب، هذه الوقت يلي انت اليوم لك نعمه الله اعطتك اياه، وليس صدفه انك تكون انت عائدا لذاتك. طيب وقت اللي بتركع يا ابونا اغابوس ما بتحس حالك غير انسان؟ صدقني بتحس حالك غير انسان. السجود اخوتنا المسيحيين المسلمين كمان اقول لهم اسجدوا، بمجرد ما انك تسجد ايها الانسان الى الارض، وهذه الفعل انت تطقطق هامتك الى الارض، انت عم تحط راسك تحت عم تقول له يا الله ما لي غيرك، وانت عم تحط راسك الى الارض وانك تلامس التراب وتعلم بذاتك انك انت تراب ولست اكثر، انت تتحول الى قامه روحيه بنفحات الروح القدس التي تقتنيها بفعل تواضعك وبفعل انسحاقك وبفعل يلي بيسموه ارتمائك في احضان الله. يعني انت اذا كبيتك خي مليانه شو ما بدك تحط فيها بده على برا، ولكن اذا كبيتك انت فضيتها في امكانيه لاستيعاب امر اخر. يا ابونا كيف عم تحكي عنك؟ عم بحكي عن ذاتي الذي هو الاناء تبعي، خي انا انائي مليان بالهموم وبالمشاكل وبالشغل وبالاوقات ماخوذ، مش قادر اعمل شيء ثاني، لماذا؟ لانني ماخوذ هنا وهناك. طيب انت يا ابضاي يا اغابيوس، اليوم الله اعطاك نعمه اللي هي انه الناس ريحتك شوي من ضغطها. طيب يعني فضي وقتك عبيه، وبقدر ما يمتلئ كيانك من حضور الروح القدس بقدر ما تشعر بنشوة أخرى وتقرأ الأمور وبيصير في عندك إمكانية أنك ترجع تقرأ الأمور بشكل إيجابي وكأنه ليس بالصدفة. الصوم أيضا شو بيعمل فينا غير أنه بيعمل صلوات أكثر وأنه منصوم جسديا وإلى آخره؟ الصوم بما يقول أحد الأباء القديسين اللي أنا كمان بحترمه اللي بعده حي اللي هو سيدنا، بقدم له كمان كل تحية، سيدنا جورج خضر، ربي وإليه أن يطول بعمرك يا سيدنا. هو رحلتك إلى الفصح، رحلتك إلى الفصح. شو يعني رحلتك إلى الفصح؟ يعني أنت في هذا الصوم في مسيرة حياتك أنت برحلة إلى الفصح. الفصح شو هو؟ الفصح هو القيامة. يعني أنت اليوم ما بتقدر توصل إلى حالة القيامة إذا ضلت بعفنك، فأنت هلأ بهالرحلة هذه إنما تفرغ ذاتك من أهوائك ومن شهواتك ومن اضطراباتك ومن مخاوفك لكي ترى الفصح. أنت ما بتطلع لورا، إذا بتطلع لورا أنت رح تفك رقبتك، أنت بتطلع إلى الذي هو في الأمام، الذي هو قيامتك، الذي هو المسيح، الذي هو الفصح. أتكلم بكل رجاء، بدك تطلع إلى الفصح وليس من قائم، بيقول المطران جورج خضر، إلا المصلوب. أنت اليوم مصلوب، هذه الحالة اللي أنت فيها مصلوبية مجبور فيها، إنما رميت تحتها، إنما أنت أصبحت مرمي تحت أقدام هذا المصلوب بفعل بإرادتك أو بغير إرادتك. انهض وقم مع المسيح لكي يضيء لك المسيح. ورح أقول كمان كلمة من المطران جورج، بيقول المطران جورج: أطال الله بعمرك يا سيدنا، بعمرك يا سيدنا، لأنك أنت الملهم الحقيقي بنظري لكل كنيسة أنطاكية. بيقول: آمن
أنه ربك موجود وأنه معك، آمن بأنه هو قائد حياتك، آمن بأنه هو قائد سفينتك، بيقولها بلغة أحلى المطران خضر. ولكن العبرة اللي ما بتنسى بيقول لك أكثر من هيك، إذا أنت ما آمنت بهذا، هذا المسيح الذي إجا بيكون إنسان، إجا من 2000 سنة ومات، إنما هو موجود معك اليوم، وإنما هو يحضك إلى أن تكون أنت مستثمرا، إذا كانت صدفة ولا غير صدفة، لهذه التي أنت تعيشها من أجل أن يتأجج فيك حب المسيح. أنت أجج فيك حب الله، إذا ما كنت مسيحي أيها الإنسان بتكون أنت افتديت نفسك، لأن لا أتكلم فقط مع المسيحيين. أجج فيك هذا الحب الإلهي، استمطر رحمات الله عليك، اطلب منه المعونة. إن أتتك المعونة بأنه خلصت الكورونا أو ما خلصت، المعونة قد أتتك وحصلت عليها داخليا، وأصبحت أنت بمنأى عن كل ما يزعجك في هذه الأرض. أنت استمطر رحمات الله عليك لحتى الله يكون مغلفك من كل شر ومن كل وباء. وإذا ما تغلفت من كل شر ومن كل وباء، ما تقول بالصدفة متت، اعلم أنك أنت هنا إنما محضون أيضا، لأنك بحسب كتابنا المقدس يا مسيحي بتقول إن عشت فللرب أعيش، وإن مت فللرب أموت، فإن عشت وإن مت فللرب أنا. الإنسان المستسلم في ذراعي الرب إنما هو عائش أبدا. سلم تمك محترم. هل هذه كلمات معزية من الكتاب المقدس؟ يعني حكينا عن الهلع، حكينا عن أنه مش صدفة أنه يكون الكورونا في زمن الصوم، لكن هل من كلمات تعزية معزية وقوية في الكتاب المقدس وللأباء والقديسين؟ الكتاب المقدس برمته هو تعزية، ولكن أقتطف منه اليوم بعض الأمور لكي أقولها لكم كما وردت هي، وأنا حافظ اسم كبير منها. بيقول الكتاب المقدس بشكل كتير جريء وواضح، قال كل الأمور تعمل معا للخير للذين يحبون الله. لكل الأمور تعمل معا لخيرك، كل الأمور قد تعمدها أنت من أجل خيرك. وقت بيقول ما قال هو جزء من الأمور إنه هيدي بتنفعك هي ما بتنفعك، كل الأمور يا أبونا الكورونا بتنفعنا، قرأته لك كيف تقرأ، ولكن أقول كل الأمور تعمل معا لخير الذين يحبون الله. إذا أنت كنت بتحب الله، الله بيسخر كل الأمور من أجل خلاص نفسك. فإذا كل الأمور أنا خلاص صرت محصن، ما هم كيف كانت أشكال تلك الأمور. بيقول شغلة تانية، الغير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. في أحلى من هيك؟ أكيد، لأنه اللي عند الله اللي بيقدر يعمله الله ما بتقدر تعمله أنت أيها الإنسان. ولكن أنت في سياق هذه الآية ما كان مستعفيك، كان عم يقول لك غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. ثق بي أيها الإنسان أنني أستطيع. فإن صارت عندك ثقة به، وإن كانت عندك هذه الثقة إنما مملوءة بإيمان حار، فإنك تستطيع أن تنقل الجبال. أبونا استعملت كلمة تنقل الجبال، إيه؟ بيقول الكتاب المقدس بأي أخرى مثلا، قال إن كان لك إيمان بمقدار حبة الخردل، تقول لهذا الجبل، لك القراءة الحلوة، تقول لهذا الجبل انقلع واهبط في البحر. أغلبية الآباء القديسين إنما قالوا إنه هالجبل هو جبل الهموم وجبل الخطايا وجبل إلى آخره. أنت في إيمانك تستطيع أن تقول هذا الأم من هون واهبط وخلصي. ولكن في واحد عكس الموجة قرأ، هو القديس العظيم، هو بحبه كتير أنا، اسمه القديس يوحنا الذهبي الفم، اللي هو كاتب القداس الإلهي تبعنا نحن اللي منصليه عند الأرثوذكس. قرأ الموضوع بطريقة أخرى، كيف يا لقى مقاربة أخرى مثل ما عم قلك فيك تقرأ. قال لنقل إنه الجبل هو يسوع. عم نحكي عم تقلي هموم ومهموم مع غيرك. إجا قال هذا الجبل الذي هو هذه القامة العظيمة، هذا الجبل الغير المصنوع باليد يسوع، إن بإيمانك نقلته ووضعته في بحر همومك فتتكسر عليه كل الأمواج العاتية. لأنك أنت هون إنما شلت هذا الجبل الصامد وحطيته في هذه الأمواج فتتكسر عليه أمواج الدنيا. فإذا إن كان المسيح معك فمن يستطيع أن يكون ضدك؟ مثلا هذه من الآيات المعزية، إن كان المسيح معي فمن علي،
معنا هو الله فاعلموا أيها الأمم وانهزموا، يقول الكتاب المقدس، لأن الله معنا، مشيرا عجيبا لأن الله معنا، إلها قويا مسلطا رئيس السلام لأن الله معنا. هذه كلمات أن الله معنا. لا أقول لكم أيضا الثقوا، ثقوا أنا قد غلبت العالم. العالم وكل ما في العالم، أهواء العالم، خطايا العالم، شياطين العالم، كل الاضطرابات التي في العالم، ثقوا أنا قد غلبت العالم. بيقول أنا معكم إلى انقضاء الدهر. مأمن؟ مأمن أنه هو معك إلى انقضاء الدهر؟ أصلا الدهر انقضى بعد مليون سنة ولا بعد مليونين ولا بكرة؟ دهرك أنت يا زكي قد ايه عمره؟ 100 سنة ماكسيموم. أنا معك إلى انقضاء دهرك أنت، إلى هذه أنا معك، لا تضطرب قلوبكم، أنا معكم. يقول وأبواب الجحيم لن تقوى عليكم. إذا أبواب الجحيم لا تستطيع أن تقوى على هذا الإنسان المؤمن، ما يخيفني بعد. بدي أقول بعد جملة، إن كان يسوع المسيح قال أعطى الحياة للميت وشفى الأبرص وقوم المخلع، ألا يقوم ما أنت عليه اليوم من ضعف إن كنت أنت مؤمن به؟ بيقول اصبروا، هذا من عنده مش من عنده، اصبروا إلى المنتهى، ومن يصبر يخلص. ليه بطلت تقدر تصبر؟ ليش ما بقى عندك قوام وقوة للصمود؟ لأنك أصلا أنت ما كنت ولا يوم عندك هذه القوة لكي تستطيع أن تصمد، لأنك يوما لم تملئ ذاتك من حضوره. الإنسان بيقول الكتاب المقدس قال في يده الحياة وفي يده الموت. إذا كان كل شيء بإيده، إذا كل الموضوع هو بإيد الله، أعتقد أن هناك ليس من خوف فيما بعد. إذا بتسمح بناخد بريك ومنكمل هالكلام الرائع من حضرتك، نرجع بعد البريك. مجددا نحن معكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا فيكم، اهلا وسهلا بالحبيب المحترم الاب اغابيوس نعوس كاهن رعيت مارليس للروم الارثوذكس المطايلب الرابي. بتشكرك، اهلا وسهلا فيك يا محترم. اهلا وسهلا فيك محترم. كيف بتنصح حضرتك بالتعامل مع الامر الواقع يلي عايشينه هلا وتقطيع المرحله؟ خلينا ايضا استلهم الله باشاره صليب عظيم باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. هذه المرحلة الصعبة، مشان ما أكون أنا متهور، يجب علينا أن نتخذ التعليمات يلي بتقولها الدول والآخرين، ولكن هناك تعليمات روحية أخرى يجب أن نأخذها بعين الاعتبار. أنا أحض الناس أن تكون هذه العزلة خلوة بكل مال الكلمة معنا. طيب شو هي الخلوة؟ الخلوة عندنا نحن معشر المسيحيين هي أن تكون متفردا مع ربك، أن تكون مبتعدا معه إلى العمق. قال في مثل بالكتاب المقدس حلو كتير، تلاميذ عم يصيدوا سمك على الشط وما عم يقدروا إلى آخره، أتى يسوع إليهم وقال لهم ادخلوا إلى العمق. دخلوا إلى العمق، قال لهم كبوا الشبكة هلأ هون، فكبوا الشبكة فأتت بسمك كبير وصغير لدرجة أنه تحت تتخزق الشبكة على كتر ما فيه، وحطوا هالسمك بهالباخرة لدرجة أنه هذه الشخطورة بطلت تقدر تحمل من كثرة السمك. يا أبونا أغابيوس أنت شو عم تريد تقول؟ عم قول أنه في عمق يجب أن ندخل إليه في خلوتنا. أنت في العمق بتعرف شو بصير؟ يعني هلأ شي مرة حدا منكم حلموا فيها، إذا ما قدرتوا تعملوا أنا حام بحلم فيها. تصور أنت بشخطورة لوحدك في العمق جوا 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 بالبحر لوحدك، هناك لن تسمع ضجيج إطلاقا، لن تسمع صوت أحد. بتطلع هيك ما بتشوف إلا السماء، بتطلع هونيك لبعيد بتشوف الناس هالقد صغار. فإن دخلت في خلوتك أنت في عمق مع إلهك ستقول هكذا، كل ضجيج الدنيا سيكون هذا راح وأصبحت في صمت مقدس. الصمت المقدس هذا شيء مهم كتير، نحن نسميه الصمت المقدس. أمر تاني،
هذه الناس اللي هي عم تسبب لك اضطراب وخوف وجزع وفقر وقتل وضرب والى اخره بخلوتك، لو كانوا ملزقين فيك بخلوتك تتضاخر شو بيقولوا تتقلص تصغر احجامهم، بتصير تشوفهم كثير كثير صغار. والاهم الاهم انك في خلوتك انت بتصير بتطلع بتشوف هالمي حواليك، اذا طبعا انت في فلوكة وعم بتشوف السماء فوق، فانت ما عندك حل الا ان تكون انت ناظر اليه، وهو الذي سيكون معين لك. وحينها اذا ضربت ضربتك بتطلع مليانه شبكتك، ولكن اذا ما كنت هيك بتكون انت خسرت نفسك. طيب علمنا عمليا ابونا كيف بدنا نكون بهذه الخلوه. انا ما عم بحكي شيء طبيه، احتاط وطبيا كل الوقت عم يعلمونا كيف بدنا نحتاط طبيا، اوكي، ولكن خلينا ندخل شوي بخلوتنا. الخلوه نحن نؤمن باسم يسوع المسيح، وهو يسوع المسيح على عدة مرات انه باسمي بتقدروا تعملوا كل شيء، باسمي اسم يسوع المسيح باسمي تستطيعون. كان قال بطرس وبولس والقديسين لك اذا خيال مرق على واحد مريض يقولوا له باسم يسوع المسيح نقول لك قم وامشي، قم ويمشي باسم يسوع المسيح، لانهم انما ملتحفين بالاسم الالهي. مشان هيك كنيستنا الارثوذكسيه تحديدا بتقلي ليش غير كنيسة عندها غير اساليب ومقدسه، ولكن الكنيسه الارثوذكسيه تحديدا التي انتمي اليها انا انما تعلمك ان تكون انت في حاله صراع مع ذاتك باسم يسوع المسيح لكي تستطيع ان تقهر ذاتك اولا، والامر الثاني لكي تخضع ذهنك ويكون ذهنك معبأ من حضور الله. طيب ابونا كيف عمليا؟ نحن في شيء اسمه صلاه يسوع. صلاة يسوع أنا حامل مسبحة كتير صغيرة هلأ بإيدي، بتقدر تكون هذه نموذج لأي مسبحة بتقدر تستعملوها، ما ضروري الشكل تبع المسبحة، ولكن نحن المسبحة الأرثوذكسية هي ما بتطقطق مشان ما تلهينا حتى بالصوت مشان ما تطقطق، ونحن نستعمل هذه المسبحة اللي ما بتطقطق يلي هي بتقدر أنت تحملها بصميم كيانك مش بس بإيدك، لدرجة أنه على كل حبة من هذه الحبات نحن نقول أيها الرب يسوع المسيح يا ابن الله الحي ارحمني. نستعمل اسم يسوع المسيح لأنه ليس من اسم آخر به نخلص غير اسم يسوع المسيح، هيك بيقول الكتاب المقدس، ما في اسم آخر بيقدر يخلصك غير اسم يسوع المسيح. فمشان هيك أنت بتستعمل يا مسيحية مؤمن اسم يسوع المسيح. أيها الرب تقول له، أنت تعترف به أنه ربا وإلها، أيها الرب يسوع المسيح المخلص، يعني مثل ما بتعرفوا الترجمة بالعربي يشوع يعني المخلص يسوع، أيها الرب يسوع المسيح يا ابن الله الحي، تعترف بالإله الحقيقي الله الواحد لأنه هو والآب والابن واحد، إيه؟ ولا تستطيع بيقول الكتاب المقدس أن تقول أن يسوع المسيح هو رب إلا بالروح القدس، يعني الآب والابن والروح القدس مشتركين في عبادتك، أنت مشترك في عبادتهم مثل ما بقوله، وتقول له أيها الرب يسوع المسيح يا ابن الله الحي ارحمني، تقرع باب صدرك وتقول له ارحمني. أعظم كلمة على وجه الأرض هي ارحمني، وكلمة ارحمني فيها كل المضامين الأخرى، فيها خلصني، فيها نجيني، فيها شفيني، فيها حررني، فيها أعتقني، فيها شو بعرفني ادفعني قومني، فيك تقول كل الكلمات بكلمة ارحمني. والأعظم عند الله أنك أن تنسحق أنت أمامه وأن تخفي ذاتك ليظهر هو، لأنك إن اختفيت أنت ظهر اسمه فيك وأصبحت أنت تعيش هذا، لدرجة أن وصلوا الأباء القديسين بهذه الخلوة يلي أخذوها لأنهم طوعا، نحن هلأ عم نخدها غصبا عنا، بس الأباء القديسين أخذوها طوعا لكي تكون خلوة لهم مستمرة، ودائما كانوا يركعون ويسجدون أمام الله ويقولوا له أيها الرب يسوع المسيح يا ابن الله الحي ارحمني، لدرجة انه صار اسم يسوع مرافق النبض تبع حياتهم، مرافق النفس تبع حياتهم، واستطاعوا اولئك ان يكونوا في حالة الصلاة الدائمة. هذه خبرة لك لكي تكون انت في حالة الصلاة الدائمة، تتعلم ان تكون انت مصليا دائما في خلوتك. شو يعني الصلاة الدائمة؟ الصلاة الدائمة يعني انت عم تسوق بتصير اسم يسوع بذهنك، انت عم تاكل اسم يسوع بذهنك، انت عم تجلي اسم يسوع بذهنك، انت وعم بتكتب يسوع المسيح في ذهنك. وأكثر من هيك بيقولوا الأباء القديسين أن وصلوا لتلك الحالة من الرؤية الإلهية، انفتحت السماء إليهم لدرجة أنه صاروا هالزنزانة الصغيرة اللي هن حبسين نفسهم فيها طوعا صارت بالنسبة لهم سماء مفتوحة إلى الأبدية، وما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على فكر بشر ما أعده الله للذين يحبونه. مش بس باليوم الأخير إنما اليوم، لأنك أنت اليوم إن كنت في حالة الهذيز باسم يسوع المسيح إنما تكون قد فتحت نفسك على الحضور الإلهي، والحضور الإلهي هو
تلك القامة التي تحييك تنعشك تعطيك فرحا وسلاما، وسلاما ليس من صنع الأرض إنما سلاما من العلا. والأعظم من هذا أنك تصبح أنت شفاف مع كل الناس، حساس مع كل الناس، إنما قادر أن تعين كل الناس بقوة يسوع المسيح. بتذكر قصة حلوة كتير نابليون، هذه قصة حقيقية. قال نابليون حكم على شاب بالإعدام. سمعت أمه لها الشاب وطلع الحكم بالإعدام، ركض على القصر تبع نابليون. نابليون عم تصرخ وتعيط. نابليون الحراس، مينك أنت؟ يلا ولي فركيا من هون، خلوه يفوت لعن نابليون. شو قصة عم تحكي أنت عن نابليون؟ هذه مين بالنسبة له؟ مهم بإلحاح تصرخ وتقول نابليون نابليون نابليون، يشدوها بشعره يكبوها برا نابليون. سمع ضجة هذا من بيته، طلع على البلكون قال لهم شو في؟ قالوا لي خلي في مرة ما بدها تفل عنا من هون، هذه بدها تشوفك بالقوة، بدها تشوفك. قال لهم فوتوا لهم. فاتت هذه المرأة إلى حضرة هذا الملك العظيم، ومباشرة ارتمت تحت رجليه. بعد ما ارتمت تحت رجليه يا أخ جورج، قالت له ارحم ابني. طلع فيها قال مين ابنك؟ قالت له فلان الفلاني. ارحم ابني. قال له ابنك أزعر. قالت له ارحم ابني. يا الله. قال له أكثر من هيك، لك ابنك مجرم. قالت له ارحم ابني. بالآخر قال له نقطع السطر، أخلص هلا بدك تفلي من هون. هذا ابنك، اسمعني أخ جورج واسمعوني كلكم، قال لابنك لا يستحق الرحمة. فجاوبته هاي المرأة، قالت له أنا ما طلبت منك الاستحقاق، إنما طلبت الرحمة. ما طلبت منك شو بيستحق، بيستحق يمكن يموت، ولكن أنا طلبت الرحمة. فقال لها يا امرأة كلمتك ركعتني، فكوا عن المشنقة. فبدي أقول لكم، إن كان إنسان بسبب لجاجة من مرأة، إن كان إنسان بسبب لجاجة من مرأة عفا، يا ترى هذا الإله العظيم إن طلبنا منه الرحمة ألا يغفر لنا خطايانا؟ حتى لو ما بنستحق غفران الخطايا سيعطينا، لأنه هو الجواد العظيم. يسلم هتم. بدي انتقل في كمان المحترم القسيس بشارة أرقفي، رئيس راعي أبرشية الثالوث الأقدس بالزوق، في له مداخلة معنا بعد إذنك وبعد إذن المشاهدين نستمع له. مرحب فيك محترم. الله معك أستاذ جورج. أهلا فيك، أهلا فيك، أهلا فيك. تفضل تفضل القسيس، تفضل. فرحان جدا لأجل هالوقت الرائع يلي الأو تي في عم بتشجع فيه الناس، وبدي أشكر الله من كل قلبي لأجل محترم أب أغابيوس. بتشكرك أبونا على تشجيعاته، وحقيقة نحن بأمس الحاجة أستاذ جورج وحضرة الأب، بأمس الحاجة لتشجيعات من كلمة الله بهيدي الأيام، خصيصا لما في من حولنا هالهلع وهالألام وهالأوجاع والمخاوف يلي بالفعل عم بتهز الناس والعالم كله. وقديت اشكرت الرب لما سمعت كلماته للأب أغابيوس عم بيقول بأنه إله العهد القديم وإله العهد الجديد هن هو نفس الإله، ما بيتغير. وبالفعل مكتوب عنه بأنه ما في تغيير ولا ظل دوران، مش ممكن يتغير. وكثير تشجعت كمان بتشجيعات الإيمان يلي عم بيشجع فيها الأب أغابيوس الناس بهيدي الأيام الصعبة. وبدي شد على إيده وبدي شد على إيدك أستاذ جورج إنه نكمل قد ما فينا نشجع الناس بهيدي الأيام الصعبة، خصيصا الناس اللي واقع تحت الألام وتحت الخوف والمخاوف، خصيصا كنيسة المسيح اليوم بهيدي الأيام. قدي بتحتاج الكنيسة تدرك أهمية دورة اليوم، وقدي جموع المؤمنين بلبنان وبالعالم، وخلينا بلبنان، قدي مهم نحن ندرك أهمية دورنا بهالوقت هيدا. من هيك بشد على إيد الأب أغابيوس
وهيك بشجع كنيسة المسيح، بشجع المؤمنين بلبنان بأنه نتحد مع بعض بالصلاة لأجل الناس من حولنا، لأجل هيدا الوباء، لأنه ما في شيء عظيم على الرب، لأنه ما في وباء، ما في تجربة، ما في علو، ما في عمق، ما في خليقة، ما في أي تجارب هي بتقدر وتوقف قدام عظمة المسيح وقدام عظمة الله خلقنا. خلينا نتشبث بالإيمان مثل ما عم نسمع اليوم، نتشبث بالرب ونتمسك فيه. وعندي دعوة من كل قلبي يا أحبة، عندي دعوة بأنه كنيسة المسيح تتحد بالصلاة بهيدي الأيام، ونكون عم نصلي بقلب واحد ونفس وحدة، ونتمسك بوعد الرب بأنه هو اللي بيبني كنيسته وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. أمين يا أبونا، بتشكرك من كل قلبي أنا شخصيا على كلماتك الطيبة. وأبونا ذكرني بدعاك، بترجيك تذكرني بدعاك. الرب يقويك ويحميك وتضلك دايما صوت صارخ بالبرية مثل ما كان دانيال بالعهد القديم. وطبعا حضرتك بتعرف حضرة الأب لما كان واقع بمصيبة كبيرة، دانيال بالعهد القديم شي رائع، بحب هيك بس يعني شاركه بشكل سريع لحتى تشجع الأحبة. صلى وشو عمل؟ منشوفها هيدا بسفر دانيال صح 9:20، بيقول دانيال: وبينما أنا أتكلم وأصلي وأعترف بخطيتي وخطية شعب إسرائيل وأطرح تضرعي أمام الرب إلهي عن جبل قدس إلهي، وأنا متكلم بهذه الصلاة، إذا بالرجل جبرائيل الذي رأيته في الرؤيا في الابتداء مطارا واغفا لمسني عند وقت تقدمة المساء وفهمني وتكلم معي وقال: يا دانيال، إني خرجت الآن لأعلمك الفهم، وفي ابتداء تضرعاتك خرج الأمر، وأنا جئت لأخبرك لأنك أنت محبوب. شيء رائع اللي بدي شاركه بشكل سريع بأنه نحن بنحتاج نعمل مثل ما عمل دانيال، نتضرع، نتضع قدام إلهنا، نعترف ونصلي ونطلب مراحمه علينا، على شعب الكنيسة، على شعب لبنان، لأنه نحتاج أنه إيده ويمينه تمتد ضد هيدا الوباء الخبيث، وحتى هيدا الوباء بنعمة الله يهرب من قدام وجه إلهنا الحي. ولاحظ سؤال الخرج الأمر، لما بيخرج الأمر من عند الله بتجي ساعة الاستجابة وبيهرب كل وباء وبيخرج كل خوف، وما بيوقف أي خوف قدام وجه إلهنا العظيم. أمين يا أبونا، أمين أمين. هيدي الدعوة من قلبي لكنيسة المسيح حتى نتحد بالصلاة يا أحبة. والله يبارككم وشكرا لوقتكم جدا، وشكرا لأجل تشجيعاتكم الرائعة. شكرا لك محترم، طول عمرك وبارك الله فيك، والله يخليك بهمتك. ومثل ما قال أبونا أجابيوس كمان، أنا 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 بطلبها وبلتمسها منك كمان، دعائك وصلواتك لنا جميعا بإذن الله. طول عمرك وشكرا لك، وإن شاء الله إلى لقاء قريب. شكرا لك يا محترم. تفضل، عندك تعليق أو بالأحرى؟ عندي كلام. شكر للأبونا، والحقيقة لازم نكب الروح الإيجابية في الكون، ما نضل بحالتنا السلبية. وما قاله الأب الجليل عن موضوع دانيال، دانيال نهاية حياته أنا ورمي في جب الأسود، ولكن الأسود أبت أن تأكله. يا شو معناتها؟ معناته أصبح مغلفا. وأنا بآمن أنه الإنسان اللي بيكون في حضرة الصلاة، في حضرة الله، في الصلاة الدائمة، يصبح مغلفا بكل ما للكلمة بالمعنى، محصن. مش بس هو، إذا بدي روح لعهد القديم مثلا، بتستذكر معكم مثلا الفتية الثلاثة في الأتون، الثلاث فتية في الأتون كبوهم في أتون نار ملتهبة، ولكن الأتون تندى، يعني هن تندوا لدرجة أنه صار كأنه ندى عليهم ولم يحترقوا. والأجمل من هذا أنه تلك النيران التي كانت مؤججة بشكل غير طبيعي إنما انقلبت على الوائد تبعها، يعني الشر إنما سيبات.
وأنا عندي كل الرجاء بربنا يسوع المسيح، وعندي كل الإيمان أنه الشيطان سيباد حتما، لأنه الكتاب المقدس قال أنه يسوع المسيح جسد لكي يغلب الذي له سلطان على الجنس البشري. ما في حدا بيقدر يغلبنا إلا الموت، ولكن إلهنا العظيم إنما غلب هذا الموت. وإذا بتروحوا للعبرانيين بتقروا بالإصحاح الأول والثاني كيف أن سر التجسد الإلهي أنه هذا الإله أتى لكي لا يبقى عندنا ما يخيف، لأنه نحن خايفين من الموت، ولكن أتى إلهنا واتخذ الموت لكي يبيد الموت من الداخل. مش هيك سألتني أنت عن الأخي الحبيب جورجيوس الغالي الأستاذ، سألتني عن أنه تزامن هذا مع الصوم. نحن بدنا نوصل بالنهاية إلى أن نغلب الموت مع المسيح القائم من بين الأموات. مشان هيك إذا أنت مفتكر حالك يا إنسان بقوتك الذاتية رح تغلب، أنت كتير غلطان، ولكن بقوة من يقويك إنما تستطيع أن تغلب. وقت نقول نحن المسيح قام بين الأموات ووطئ الموت بالموت وهب الحياة للذين في القبور، يعني أعطى الذين في القبور اللي هن دجاء أموات مثلنا هلأ نحن أموات بالخطيئة، إنما أعطانا قوة لكي نقوم. والأعظم من هذا أنه فتح لنا باب الفردوس، والأعظم الأعظم أنه حول هذا الموت أو هذه الطريق إلى قيامة، فأصبح نهجنا هو نهج قيامة، فما فينا نستسلم إلا للإيجابية. أبونا كمان الأسيس أرقفي حكي عن الكنائس، اتحاد الكنائس وصلاة مع بعضها في هذا الظرف، وكمان أيضا أنا إذا بتسمح لي كمان الكنائس ونزيد عليه كمان اتحاد اللبنانيين المسلمين والمسيحيين، يعني كمان يلتقوا مع بعض. ولكن بدي بلش بأول نقطة حكيها، هل دعوته قابلة الآن في ظرف أهم من هيك ظرف لالتقاء الكنائس؟ الكنائس ملتقي بإذن الله ملتقيين، بس عم بقول أنا هل هناك توجه وحركة للشيء اللي عم بيقوله؟ أنا بشكر الرب على كل سؤال، وبدي أقول للأبونا ولنفسي أولا أنه يا أبي أنا ملتقي معك على الأكيد في حالة الصلاة، وأنا كما أنت إنما تؤجج ذاتك من الداخل لكي نكون في حالة راقية، يعني نتعاطى مع كل الأمور بشكل راق. والكتاب المقدس بيقول صلوا ولا تملوا، يجب أن نكون مصلين مش بس نحن ككنائس إنما كأفراد كنائس وين ما كنا وإلى آخره. إذا كان الموضوع هو وحدة في الصلاة فأنا متأكد أن دعوته هي صارخة، وإذا كان الموضوع وحدة أن نكون واحد فأنا متأكد أن دعوته صارخة، دعوته صارخة، لأنه بالحقيقة ما يوحدنا هو إلهنا العظيم هو المسيح يسوع. أوكي بقدر أفهم أنه في شو بيسموها أنهار كثيرة، ولكن بالنهاية تصب في بحر واحد، يعني نحن سواقي كثيرة ولكن عندنا الماء الواحد. فإذا مشان هيك أنا أضم صوتي إليه ونطلب أن نكون في حالة صلاة. أما الوحدة المرجوة على الصعيد اللبناني هذا هو هدف صيامنا جميعا، يعني أنا بصوم والمسلم بصوم ليه؟ الهدف الأساسي من الصوم شو؟ لماذا نصوم؟ نصوم لكي نلتقي، نصوم لكي نلغي الحواجز، نصوم لكي لا نخاف من الآخر، نصوم لكي نعطيه، نصوم لكي نترأف عليه، نصوم لكي نمد اليد، نصوم لكي نحن وإياه نكون لاهجين بأمر واحد هو خلاصنا. فمشان هيك خلونا نحقق المطلوب بكتبنا المقدسة، وحينها إنما سنصبح حقيقة واحد. كمان بدك تسمح لي محترم، هل هي من المبالغة أو أنه عم نروح على غير محل كليا؟ الناس اللي عم بتفكر هيك عن إيمان طيب وعن قلب طاهر كمان، أنه تقول أنه هذه من علامات الأزمنة، ويمكن الحديث عن الآن عن المجيء الثاني وربطه تعرف بهيك ظروف، دايما الإنسان ميال مثل ما قلنا عن قلب طيب وقلب طاهر. نحن نؤمن أنه ربنا إجا وبعده باقي، مش ناطرين المجيء الثاني. يعني أنا على القليل بالنسبة لي لأني ناطر المجيء الثاني ولا الثالث ولا الرابع، إجا وبعده وما راح من قدامنا أبدا. بقى هل هذا الربط ممكن أم مبالغ فيها الآن؟
بتعرف بقدر افهم شكوك الناس، وبقدر افهم حقيقه الكلمات التي ترمى هنا وهناك وحتى على السوشيال ميديا انه شايفينه مطول مسيح على الابواب او مطوله. بدي اقول لك في نص بالكتاب المقدس حقيقه محير، هو بمتى الاصحاح 23 24، بيقول فيها انه التلاميذ اجوا سالوا ليسوع المسيح عن امر، قالوا له متى يكون خراب اورشليم ومتى يكون مجيئك الثاني. فبيقوم يسوع بيجاوب على هالسؤالين بضربة واحدة، فصارت العالم تستنسب انه هيدي مش هي الموضوع خراب اورشليم وهيدي مش هي الموضوع المجيء الثاني. واكثر من هيك انه وقت بيسمعوا انه امه على امه والخي بيقتل خيه او زلازل ومجاعات والى اخره، يستسلمون انه هذه تقال انه قبل المجيء الثاني، انه المجيء الثاني انما هو حتمي بعد هذه الأمور. ولكن أقول بكلمة واضحة وصريحة وكبيرة من الكتاب المقدس، يقول الكتاب المقدس ليت لكم أن تعرفوا الأزمان والأوقات والأزمنة التي فعلها الله في سلطانه. ويقول أكثر من هيك، بيقول أنه لك حتى الإبن ما بيقدر يعرف ذاك اليوم وتلك الساعة، يعني حتى يسوع المسيح بالجسد بجسدانيته لا يستطيع أن يعرف متى، لأنه يسوع المسيح أخذ جسد الجسد كامل، هو الإله، هو في الألوهية يعرف كل شيء، ولكن في الجسدانية مش ما يكون مميز عنا ويكون نحن عم نعتبر أنه هو أخذ طبيعة إنسانية غير طبيعتنا وفيها هون بيعرف أكثر هون أبدا، إنما اتخذ الطبيعة الإنسانية برمتها تماما كما هي. فمن شان هيك قال حتى الإبن بالجسد ما بيعرف. إذا في هالقد وضوح أنه ما حدا بيعرف ذاك اليوم وتلك الساعة أم كيف بدها تصير. الشغلتين شفنا الأول أنه قبل خراب أورشليم أنه بالحقيقة كان في دمار وخراب وزلازل وأوبئة وإلى آخره، وتم خراب أورشليم وتهدم هيكل أورشليم بالقرن الأول ميلادي سنة 70 مع الرومان، هذا شفناه. أما ذاك اليوم وتلك الساعة بس بدي أقول شيء اللي هو أهم بنظري. ليك اسمعني، المجيء الثاني مخيف للأشرار، إنما هو مفرح كثيرا للأبرار. لانه بالكتاب المقدس بنفس النص بنفس الباراجراف بيقول انه بده يجي مثل البرق، يعني ما بتقدر تعرف قبله امتين وبعده، يجي مثل اللص، يعني اذا ما بتعرف امتين بده يجي اللص ولا امتين ولا كنت بتحتاط. اذا في تحديد واضح انك ما بتقدر تعرف. الامر الاعظم اللي هو اكثر بيقول لك انتصبوا ولك ارفعوا رؤوسكم لان خلاصكم قد اقترب. يعني اذا كنت انت شرير بتخاف من المجيء الثاني مثل أنا أخاف من الموت لأني بعد ما طهرت نفسي، ولكن أولئك الذين اشتهوا أن يكونوا في حضرة الله في 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 قامة الملكوت الآتي بالشكل الكامل ما عاد في عندهم خوف. إذا ارفعوا رؤوسكم انتصبوا لأن خلاصكم قد أتى. بصير الإنسان المسيحي يقرأ، نرجع نقول القراءة، يقرأ أنه حتى لو أجى المجيء بيكون هذا من أجل تحريرنا من أجل خلاصنا. يعني بتبطل أنت في عندك وطأة الجسد. أنا بكون مثلا عم بدفن واحد، شو بدي أقول له لأهله؟ شو بدي عزي؟ بدي أقول له اترك ترابك إلى التراب يا إنسان، هوني اترك هذا واذهب معطرا مطيبا. هيك بتصير تحكي، معطرا بعطر فضيلتك. يعني إذا أنت كنت معطر بعطر الفضيلة مثل ما قلت أنت هلا أخي جورج، أنت مواجه مع الآتي، قد أتى الآتي، خلاص هذا الآتي قد أتى. اوكي في الدينونه الاخيره في شو بيقولوا القامه النهائيه، ولكن لقيامتنا جسدا وروحا، ولكن العظيم ان تعرف انك انت امامه. والبطل اللي بيعرف يشوف انه هو امامه، لانك اذا بتشوف انك انت امامه لابد انك منحني لجبروته ولعظمته. اذا بتسمح لي بدنا ننتقل من الروحي للزمني. نعم. مع الزميل ريتا نصور بجلس عفوا باب عبده لا توفينا برساله. ريتا تفضلي، ريتا عبر الهاتف تفضلي عزيزتي. تفضل الله يعافيك. يعطيك العافيه استاذ جورج، صباح خير لك وللمشاهدين ولضيفك. بس خليني اقول انه انا موجوده بالاو تي في عم اتابع جلسه مجلس الوزراء من أوكي. داخل المحطه نظرا بتعرف للاجراءات اللي واضح في موضوع الكورونا، حتى انه هيدي الاجراءات مثل ما رح نشوف هلا على شاشه اتخذت كامله بقصر بعبده. كل الوزراء التزموا بوضع الكمامات، هيدا من حيث الشكل، ايضا ابعدت الكراسي عن بعضها البعض بحيث كان في مسافه بين الوزير والاخر، كل ملفاتهم تم تعقيمها، ايضا عم يلبسوا الكفوف بايديهم، وحتى رئيس الجمهوريه العماد ميشيل عون كان واضع هذه الكمامه لدى ترأسه جلسه مجلس الوزراء. هيدا من حيث الشكل، من حيث
مضمون جورج، موضوع الكورونا كانت استهلت فيه هذه الجلسة عبر تقرير قدمه وزير الصحة حمد حسن حول الوضع بلبنان وآخر التطورات حول هذا الوباء. هذه الجلسة تناقش اليوم، نجم هذه الجلسة هو مشروع القانون المتعلق بالكابيتال كنترول، هذا المشروع اللي كان درس من قبل الوزراء المعنيين وضعوا ملاحظاتهم عليه، ولكن مصادر معنية تؤكد للأوتيزي أنه بالساعات الماضية فوجئوا إذا بدك بنسخة جديدة لهذا المشروع لم تأخذ بعين الاعتبار التعديلات اللي كان تم الاتفاق عليها، ما يضع علامة استفهام كبيرة حول إمكان أنه يمرق مشروع قوننة الكابيتال كنترول اليوم في هذه الجلسة. هناك إشكاليتين أساسيتين بهذا الموضوع. إشكالية أولى تتعلق أنه مين رح يطلع التعاميم المتعلقة بالكابيتال كنترول، يعني الأمور التنظيمية تحديدا سقوف السحب، هناك من يدعو لجهة حفظ صلاحية تحديد سقف السحوبات بالعمولات الأجنبية بمجلس الوزراء، بينما وزير المال ومعه طبعا مصرف لبنان وجمعية المصارف بدهم إياها أنه تكون بإيد وزير المال، وهذا خلاف أساسي حول هذا الموضوع. خلاف ثاني إذا بدك هو يتمحور حول السحب بالدولار، ما رح يكون متوفر سحب العمولات بالعمولات الأجنبية، ولكن كان في شبه اتفاق أنه يكون السحب باللبناني بحسب سعر السوق. هون ما تحدد قديش سعر السوق، هل هو 2000 بحسب التعميم الصادر سابقا عن المعنيين بهذا القطاع، ولا هو سعر السوق، عم نحكي عن سعر السوق السوداء اللي هي اعلى من هذا الرقم، هذا الشيء بقي مبهم، ولكن كان في اتفاق حول هذا الموضوع، ولكن بعض الافرقاء عم بيطالبوا انه هذا الامر يسري فقط على كبار المودعين ولا يسري على صغار المودعين اللي بفضلوا انه تترك لهم حريه التصرف بكامل ودائعهم بهذا الاطار. هؤلاء هن الاشكاليتين الاساسيتين، بعض المصادر ترجح أنه ما يمرق هذا المشروع على طاولة مجلس الوزراء اليوم، بالإضافة إلى بنود أخرى مطروحة على الجلسة، ولكن موضوع الكابيتال كنترول هو الأساس. جورج، شكرا لك زميلي ريتا نصور، يلا هلا بشوفك بعد شوي ما زالك هون. شكرا شكرا لك، انا ما كنت عارف انه زميلي ريتا نصور فكرت بعبده، بس معها حق، التدابير يلي متخذه، وشفنا نماذج عنا ما هيك بمجلس الوزراء، بس نشوف كابيتال كنترول شو بده يصير بعدين. عندك تعليق على المشهد اللي شفته؟ عن جد هذا مشهد غير مسبوق، ما هيك محترم؟ حد ولا مره بحياتنا. الوقايه ضروريه الحقيقه، والله يبارك فيهم ان شاء الله يا رب، الله يلهم عقولهم حتى ياتوا بنتيجه حقيقه لخيرنا. بتقول لي ليش عم تقول الله يلهم عقولهم؟ لانه هذا المطلوب. انا بسمع هنا وهناك، معلش خليني اقول نعلم حالنا شيء ايجابي، الله يهدهم، الله يموتهم، الله ما بعرف شو، بس يغضبوا من واحد بيسبوا له العالم، هذا لا ياتي بنتيجه الا سلبيه، وقد تنعكس عليك وتصبح انت مريض وتصبح انت خاطئ اكثر. ولكن الحقيقه لازم نتعلم طريقه أن نصلي من أجل حكامنا، من أجل الزعماء الموجودين عندنا، حتى الله يلهمهم. والحقيقة الصلاة هي أنفع ما يمكن أن تقدم لهم من أجل خلاصك أنت، من أجل توفيقك أنت. محترم، إذا كمان بتسمح لي، لأنه خطر على بالي كتير هذا السؤال، وعم بيخطر على بالي أكثر، وأكيد في ناس بتشاركني فيه، بس كمان برجع منقول بقلب طاهر وإيمان لا يتزعزع بهيدي الأزمة، وهذا المفصل المحوري، دايما كان الناس بالشدائد والملمات بالمصائب والنوائب بيجأوا لربهم، يلجأوا للكنيسة، يرتموا تحت أقدام المصلوب والقديسين، يطلبوا شفاعتهم. بهذا الوقت عم صاروا بعاد، غصبا عنه صاروا بعاد، صار في فوق الخوف، عم بيحاول الشرير زرع الشك عدم اليقين والتخفيف من منسوب الإيمان بين المؤمن والكنيسة. هل نحن أمام أزمة ثقة بين العابد والمعبود إذا استمرت هذه المحنة؟ الرب يعيننا في كل أيام حياتنا، وأنا مؤمن أنه في خلاص حاضر وحتمي عند الرب،
وأنا بآمن إنه قديش أنت بتاخد من ينبوع الله قديش أنت بترتوي. ما بدي كب الموضوع بخانة الله بملعب الله، بدي كب الموضوع بخانتنا وملعبنا نحن. نعم. أنت من يعب من كيان الله الممتد إليك، فإن أنت أخذت منه الكثير ستكون أنت ممتلئ أكثر من الحضور. وأيضا سامحني عم أقول كتبت أيضا شيء عن موضوع استثمارنا الإيجابي حتى في نقطة تخوين بعضنا البعض، أو حتى في حالة إنه هيدا إجا على الكنيسة هيدا ما إجا، هيدا تناول هيدا ما تناول، هيدا أخذ الملعة هيدا ما أخذ الملعة. بتعرف قديش مرقت على السوشيال ميديا هالأشياء. اللي بدي أقوله يمكن أن يجب أن نتعلم في هذه الأيام الضاغطة علينا أن نكون أبرياء وأن نبرر الآخر. وبيقول الكتاب المقدس كلمة حلوة كتير، المحبة تطرد الخوف خارجا. قال بيقول أكثر المحبة أنه بتلاقي له فتوى للخاطئ، يعني بتلاقي له تبرير، محبة تبرر، تستر عيوب كثيرة، تستر جما من الخطايا مثل ما عم تقول. فمشان هيك الدعوة اليوم أن نكون حقيقة في حالة الحب، أن نكون في حالة الرضا، أن لا نخون بعضنا البعض، وأن لا نقسى على بعضنا البعض بتعابيرنا. وقلت له مرة بالكتبته بهالوعظة عدت مرة، أن الخوري وقت اللي بيمرق على الكنيسة بيكون عم يبخر، يا أخي بيبخر كل الكراسي، بيبخر الكراسي اللي فيها ناس والكراسي اللي ما فيها ناس، وما بيكون بحالة دينون لهذه الكرسي الفاضية أنه ليه ما إجا الزلمة. صحيح. إنما تكون عندك حس أن أن تفتقده، ليه ما إجا. وإذا ما إجا ما بتلفل بتقول شو ليش ما جيت، خايف، مثل ما عم نسمعهم. هذا ليس افتقاد، هذه دينونة، عليك أن لا تكون أنت في حالة الدينونة للآخر. فمشان هيك أنت بتقول له أنا ضويت لك شمعة، وأنا بعرف أنه أنت عندك سبب قاهر وجوهري وأساسي، فمشان هيك أنا بحترمك وبحترم رأيك وبحترم وجودك. واليوم ما فينا نقول أنه كل الناس على نفس الصعيد، هذا بيخاف أكثر من هذا، هذا بيعمل هلع أكثر من هذا، فمشان أنت ما عندك حق أنك تدخل في دينونة الآخر. بتقولي أبونا بس ما هذا كان السؤال الأساسي بين الخالق والمخلوق؟ هذه هي بداية المخاض. يعني إذا أنت فعلا تسالمت مع نفسك ومع الآخر، حتما ستكون متسالما مع الله، وحتما سترى أن الله هو معينك وسترى أنه هو خلاصك. وأكثر من هيك، نحن بنآمن كتير منيح أنه جسد الرب ودمه، إنما ما كان عم بيسلينا الله وقت بيقلنا تعالوا تناول جسد الرب ودمي. قال من يأكل جسدي واشرب دمي يثبت فيا وأنا أكون فيه. هيدي شغلة موجود، خذوا كلوا، ما قال لك إذا بدك إذا ما بدك، خذوا كلوا. أبونا يعني شو عم تقلنا نجي كلنا سوا بيوم الأحد ونتناول؟ أنا ما قلت هيك، أنا عم أقول الموضوع هو شخصي ذاتي. افحص ذاتك، إنما ضوي على خطاياك فسترى أنك أنت في ضعف وفي خطيئة. حينها أنت بتلاقي نفسك أنك لست مستعدا لأن تكون في هذه القامة. فإذا كنت هالقد خايف، تأكد أنك أنت لست في هذه القامة. فعليك أولا أن تطهر نفسك وأن تنقي نفسك، ووقت بتصير من أولئك القديسين، وقت بتصير تدفع الناس وتأتي أنت إلى أن تكون عم تاخد شو مكان. بتقلي شو مكان، بقصد قول جسد الرب ودمه بأي صيغة كانت وبأي شكل كانت، لأنه بنقدر نختلف على الأشكال وقد ما بدك، وبننسى المضمون الجوهر. وبيقول الكتاب المقدس بشكل واضح، ليك شو هالكلمة القوية يا أخ جورج، بتشكرك على دعوتك لألي قدام الكل. حقيقة أنا لا أستحق أن أكون بحضور هيك هذا قامة، ولكن هي الحقيقة، ولكن أنا بقرأ لك وبعرف من أنت، ولكن بتشكر تواضعه. ولكن بيقول كتاب مقدس بشكل واضح، قال تعطونا قوة، بمرقس 16 تعطونا قوة حتى ولو شربتم سما مميتا فلن يضركم. بتقولوا لي اف ايه المؤمن يلي واصل لهيك ايمان ما بيضره حتى لو شرب السم المميت. بتقولوا لي هذه ما صارت بالدنيا، لا صارت بالدنيا. اعطيكم قصة من بليرنا، تعرفوها القديسة بربارة، القديسة بربارة اللي انتم بتعرفوها بالاشكال اللي بتفزع، اللي هذا مش قديستنا ولا هذه الاشكال، اشكال القديسة بربارة هي تلك الوداعة والطهر والنقاء والعفة والاخر. القديسة بربارة عم يشربوها سام، قالت منين بشرب، من هون ولا من هون، او بلش من هون ولا من هون. وهذه كررتها القديسة كاترينا، قالتها عدة
اقتصاد، وكانت تقول هي عم بتحطي من هون ولا من هون ولا من هون ولا من هون لكي ترسم إشارة الصليب وتجترع السم ولم يؤذها، لأنها بإيمان بقوة الصليب آمنت أن هذا سيتم. بتقول لي نحن مش كلنا هيك، بفهمك وما بدينك، وأنت القرار بيدك. أرجوك تعرف أنه هذا أمر شخصي، علاقة شخصية مع الله. أنا لست بوارد دينك، وأنت ما تديني كمان. إذا شفتني عم بحكي هيك وما عم طبق، أنا عم قلك أني أنا خاطئ وأنني أخاف وأنني ضعيف. ما في داعي أنت تقولني شيء، تقول عني شيء أنه أبدا أنا بعرف، ولكن ما أبشر فيه ليس نفسي، واللي بعمله إذا ببشر فيه بكون عم بشركم بحالي، إنما أنا أبشر بما حتى الشمع. يعني أعطيكم، إذا أنا ما بصوم مش معقول ما أقول لهم لأولادي روحيين ما تصوموا، لأنه بكون أنا عم بشر بأنا شو بعمل. أنا بدي بشرك بشو المسيح يقتضي أن تكون. فمشان هيك اذهب بإيمان ونقي نفسك في خلوتك واعتبرها فرصة تقديسية، وبعدها تقدم متناولا. أبونا، هل سيكون للكنيسة، كنيستنا المحلية، بدائل استراتيجية موازية رديفة إذا استمر الوضع هيك لوقت طويل؟ إن شاء الله لا، بس إذا استمر الوضع هيك، هل سيكون للكنيسة استراتيجية موازية، أم ستظل، خليني أقول، متماشية؟ لا متماشية مع التعليمات والأشياء اللي عم تطلع زمانيا، يعني بالوضع انه خلينا مسكرين، خلينا ما قرات كثير في شيء معين. ابو انا قرات كثير حقيقه، وسمعت كثير من رؤساء كهنه ومن بطاركه، واليوم سمعت الكلمه اللي وجهها بطريرك المسكوني بارتول، اسال صاحب الغبطه بطريرك بارتولوميوس اللي هو المتقدم بين البطاركه، وقال تعميمه وقال شو لازم يعمل. كمان صاحب الغبطه بطرقنا يوحنا الرابع جزيل الاحترام كمان عمل تعميم، والمطارن كان لهم الحرية بأنه يعطوا تعميم أيضا في أبرشياتهم. وحتى كون صادق، ما قرأت أنه في مخاض، يعني حتى هني تعبانين، لأنه هني بمرحلة المسؤولية، بيقولوا تعابة، بيقولوا تعا شو بتعمل شو ما بتعمل. هناك من ذهب شوط أبعد، إنه هذه تجربة ويجب أن يقضى عليها بصبر وبإيمان وبصلاة أكثر. هناك من قال لا، هذه فيها تهور. إذن ما في رأي واضح، ولكن اللي أنا متأكد منه إنه مع الأيام ستكشف لنا معالم الطريق، لأنه هذه شغلة ما مرقت على مجتمعنا قبل. نحن بالماضي كنا إذا في حرب بين هالمنطقة وهالمنطقة، نقول لها الناس اللي بهالمنطقة تعوا على كنيس أخرى قدسوا فيها لحتى نحميكم وحتى تصلوا. ولكن وقت بتكون كل المناطق عم يطغى عليها شكل واحد اللي هو الوباء، مشان هيك رح يوصلوا لحلول. أنا شفت حل حلو، بتقول لي أبونا شو هو؟ وهذا ما أنا اخترعته، هذا موجود على السوشيال ميديا مبين. في بعض الكنيس بلشت تستعمل الساحات الكبرى اللي قدامها والجنينات الكبرى في الأديار للصلاة. ما فهمنا، ما حصروك بمحل واحد حتى ما تكون أنت سبب لعثرة الآخر. يعني أنت وقت بتقعد حد واحد أنت مطمن صح أنك صح. أنت ما بيك شيء، بس اللي هو حدك مش عارف إذا أنت بيك شيء ولا بيك شيء، بيصير أنت عثرة لإله إذا اعتصت. اليوم الواحد مثل ما كلكم بتعرفوا، إذا نتفي قرب خلاص خربت الدنيا، عنده عمل ديبريسيون، إذا أحى ثلاث مرات صار بده يروح لعند الحكيم يفحص فحص الكورونا. هذا شيء منطقي واضح. ف عملوا شيء انه وزعوا الكراسي بالساحات بشكل انه يكون في عندك ساحه كثير كثير كبيره يبعدوا عن بعضهم مشان ما يصير، وطلبوا منهم انه ياخذوا الحيطه. يعني مثلا هلا مجلس الوزراء، حتى اكون شوي انا بوش اكثر، لانه لازم نرجع نفكر كيف بدنا نصلي. ما عم اقول تعوا هلا، لازم نفكر كيف بدنا نصلي. يعني مجلس الوزراء الكريم تبعنا نحن، لانه في عنده معضله بده يحلها، اجتمع وصح يبعدوا الكراسي بس اجتمعوا. راح اروح اكثر من هيك، قال المطراني شغلة حلوة كتير كمان بحجح له تحية، قال طيب الدولة قررت أنه العالم تنحجر في منازلها، ولكن تركت الحرية اللي بيشتغلوا بالأفران، اللي بيشتغلوا بالأكل لحتى يلبوا طلبات هذا من الناحية المادية إذا بدنا نسميها. أعطيونا الحرية أنه نروح ونجيب خبز وأن يكون في حدا عم يعجن. طيب ألا يكون عندنا فكر كيف يجب أن نضيء، إذا بدك،
على أفكار جديدة يكون فيها الحرية لنا أن نتناول وأن نغتزي من القداس الإلهي ومن الصلوات. إن شاء الله يكون هذا حل عن بعد. المناولة محترم. نعم. شو بده يصير المناولة؟ المناولة مثل ما قلت لك موضوع خاص. من أوكي. يؤمن بهذا يقترب. أوكي. ومن لا يؤمن لا يقترب. عظيم. لا يقترب. سلم تمك والله خلينا إياك. كلامك مش ورد، باقات من الورود وشمع وبخور. أنا بدي أشكرك جدا، نورت وشرفت وزدتنا محبة وإيمان بإذن الله. لا 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 يضعف ولا يتزعزع ويرتفع ولا ينكسر بإذن الله. شكرا لك محترم الأب أغابيوس نعوس، كاهن رعية مار الياس للروم الأرثوذكس المطالب الرابي. شرفت يا محترم، إن شاء الله إلى لقاءات تاني مع حضرتك. وأنا من كل قلبي بتشكرك وبشكر تواضعك أنك استقبلتني. طول عمرك، هذا شرف لألي، شرف لألي. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.